دستور جلالة السلطان هيام. بصراحة يا ألفت أنا بعتبر حالي محظوظة لأني رايحة لعند ربي بهالطريقة. الله يحفظك ويحميكي سلطانة، لا تقولي هيك، الله يطول بعمرك. انضربت أكتر من مرة بالخناشر والأحجار وكمان العصي، ونجيت منهم بأعجوبة، بس يلي ما حدا قدر يساويه عملوا فيني جسمي. بس السلطانة هيام يلي بعرفها بعد ما حاربت طول هالسنين مشان ولادها يستلموا العرش من بعد السلطان، أكيد رح تعيش لتشوفها النار. صدقيني أنا عملت هالشي لأحمي ولادي مو أكتر، يعني مو منشان يستلم واحد منهم العرش، لأنه هالشي معناته خسارة مولاي وفقدان المعنى الحقيقي لحياتي. بشكر الله أنه ولادي موجودين لينسوا فراقي. انت بتقولي هيك بس مولانا هالمره رح يدوق طعم الفراق، ومنشان هيك انا استدعيتك. مولانا السلطان امانه عندك، ما عندي شك بنوب انك رح تهتمي بجلالته، لا تتركي لحاله ابدا، كوني جنبه على طول وحاولي تواسيه بغيابي. طمني وكوني واسقة سلطانة، رح ساوي كل شي بقدر عليه، مع انه ما في شي بيعوض غيابك. بعد اذنك انا بدي ارتاح شوي. سلطانة بدك